أكد الاتحاد الأوروبي أن النقاشات حول مستقبل إدارة غزة مفتوحة، وأن نشر قوات دولية لتأمين الوضع بعد الحرب هو خيار مطروح ضمن خيارات عدة قدمتها أطراف عدة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. إلى ذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية تقود إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأقل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية، ومشيرا إلى ضرورة مساندة المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف. أول نعم هي لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. أنا أقول السلطة الفلسطينية، أنتم هناك بالفعل لم تغادروا غزة أبداً، توفرون المساعدات الإنسانية لشعب غزة بالتنسيق معنا، لديكم القدرة على الاستمرار في فعل هذا، ربما تحتاجون مساندة من المجتمع الدولي، لكن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة. من جانبه طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد عشتية بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، طالب بوقف إطلاق النار الفوري للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. لابد أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وأن هناك حاجة لتوصيل المساعدات، وأن الذي يجري في قطاع غزة هو نتاج هذه السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى ما نحن فيه الآن. ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، ونحن نريد لهذا القتل أن يتوقف. في قطاع غزة الوضع مأساوي، لا طعام لا ماء لا شراب، وشلال الدم يسيل، ونحن نريد لهذا أن يتوقف فورا. عندما تقطع إسرائيل الماء والكهرباء هذا جريمة حرب، عندما تقصف المستشفيات هذا جريمة حرب، عندما يموت الناس من الجوع والعطش هذا جريمة حرب. الذي نطالب به وتحدثنا عنه أنه يجب أن يكون هناك احترام للقانون الدولي الإنساني. طبعا هذا جاء في مؤتمر جمع محمد عشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مع جوزيف بوريل في جولة إقليمية بدأت بإسرائيل وإلى فلسطين، ومنها إلى عدد من الدول العربية، الأردن والإمارات، السعودية، البحرين، مصر وعدد من هذه الدول. وأشير إلى خمس لاءات طرحها يعني جوزيف بوريل كخارطة طريق أوروبية لحل هذه الأزمة، لا للتهجير القسري، لا لأي اقتطاع أراضي وتغيير في أراضي غزة وقضم أراضي واحتلال جديد، لا لفصل القطاع عن بقية القطاعات الأخرى، يقصد الضفة الغربية ويقصد أيضا القدس الشرقية، وأيضا لا حديث عن غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية. ربما هذه خمس لقاءات كان هناك مقابلها خمسة من كلمات نعم، نعم لمشاركة الدول العربية، نعم لمشاركة الاتحاد الأوروبي، نعم لحل الدولتين وهذا هو الحل، نعم لأي حلول تأتي من الضفة الغربية وأن تكون السلطة هي الحل. ربما خارطة طريق أوروبية تتخطى فكرة الجولة الإقليمية، يعني أوروبا تقدم خارطة حل ربما تكون واضحة المعالم بهذه الطريقة لم تقدم خلال 42 يوماً.